طين العكس. Artı niye ki partajı aktif سي مصطفى منين كيديروا البارتاج هنايا؟ انا غادي نعطيك سميتو ماشي. انا منين انا ندير غادي نعطيك الراس. صافي يا لا والله بدو بسم الله. نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي وباسم إدارة قناة صوت الجالية المغربية بإيطاليا أشكر ضيوفنا الكرام على قبول الدعوة، وبالمشاهدين الأعزاء. عنوان الحلقة هذا المساء هو حول الأبعاد القانونية والسياسية للقرار محكمة العدل الأوروبية ورهان تحصين المكتسبات الدبلوماسية الملكية في قضية الصحراء المغربية. معنا الدكتور الغالي الغياني، رئيس مركز دبلوماسي الدولي، أستاذ العلوم القانونية بجامعة القاضي عياض بمراكش، وكذلك الأستاذ البشير حمري، إعلامي متخصص في قضايا الجالية الدنمارك، والأستاذ عبد الرحيم مبرق، رئيس مركز دولي للدفاع عن الحكم الذاتي إيطاليا والمغرب. قبل ما نبدأ الموضوع ديالنا والحلقة ديالنا، غادي نتطرقوا الى الخطاب صاحب الجلاله الملك محمد السادس بمناسبه افتتاح الدوره الاولى من السنه التشريعيه الرابعه من ولايه التشريعيه 11. عفوا، عفوا، إن شاء الله نبدأ.
عفوا اعتذر واحد الدقيقة ان شاء الله غادي تسمعوا؟ لا والو، ما كانش سمعوا والو. عفوا غادي نرجعوا نزور. إن شاء الله احنا من الأمور نتمنى تكون تسمعوا دابا والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. تسمعوا دابا حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين، زين يسعدني أن أخاطبكم اليوم في افتتاح هذه السنة التشريعية، ومن خلالكم مختلف الهيئات والمؤسسات والمواطنين بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة. لقد قلت منذ اعتلاء العرش أننا سنمر من قضية وحدتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا وفي كل أبعاد هذا الملف. ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية. وعلى هذا الأساس عملنا لسنوات بكل عزم وتأني وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة للتأليف بعدالة موقف بلادنا وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد. واليوم ظهر الحق والحمد لله، والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. وها هي الجمهورية الفرنسية تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي
في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. وبهذه المناسبة أتقدم باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي بأصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء. إن هذا التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لا سيما أنه صدر من دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن وفاعل مؤثر في الساحة الدولية، وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي، كما أنه يأتي لدعم الجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة لإرساس أسس مسار سياسي يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية في إطار السيادة المغربية. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين، يندرج هذا الموقف الفرنسي في إطار الدينامية الإيجابية التي تعرفها مسألة الصحراء المغربية، والتي ترتكز على ترسيخ سيادة المغرب على ترابه وعلى توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وهكذا فقد تمكن والحمد لله من كسب اعتراف دول وازنة ودائمة والعضوية في مجلس الأمن كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. فما نعتز أيضا بمواقف الدول العربية والإفريقية الشقيقة التي تساند بكل وضوح والتزام الوحدة الترابية للمملكة، لا سيما تلك التي فتحت قنصليات لها في العيون والدخلة. بموازاة ذلك، تحظى مبادرة الحكم الذاتي كأساسا وحيدا للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع في إطار سيادة المغرب، بدعم واسع من طرف عدد متزايد من الدول بمختلف جهات العالم. ونذكر من بينها إسبانيا الصديقة التي تعرف خبايا هذا الملف بما يحمله موقفها من دلالات سياسية وتاريخية عميقة، إضافة إلى أغلبية دول الاتحاد الأوروبي. ويطيب لنا أن نعبر لكل هؤلاء الأصدقاء والشركاء. غادي نرجعوا نكملوا الخطاب ديالنا ديال صاحب الجلاله، نكملوا سميتو، نكملوا الحل اللقاء ديالنا. كما شاهدتم في خطاب صاحب الجلاله بقبه البرلمان، كان خطابه بمثابه، تسمعوني؟ نعم، كان خطابه بمثابه بشرى للمغاربه، بداية نهاية ميل في الصحراء المغربية. ملك محمد السادس نصره الله شكر فرنسا على موقفها التاريخي بدعم ميل في الصحراء المغربية والاعتراف الصريح بمغربية الصحراء، ودعا الدول عبر الغير المعترفة بميل في الصحراء بالاعتراف والوقوف بجانب المغرب في سيادته الوطنية. كذلك دعا الجميع المؤسسات والمجتمع المدني والدبلوماسية للاتحاد ضد أعداء الوطن. سي الغالي، مرحبا بك مرة ثانية. تقريبا القراءة ديالكم في الخطاب ديال صاحب الجلالة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. بادئ ذي بدء والمناسبة شرط، أود في البداية أن أعبر لكم ومن خلالكم عن أن اللسان يعزز عن نظم الكلام للتعبير عن أسمى مشاعر السرور والحبور والسلام. بمناسبة تنظيم هذه اللقاء
مع ثلة من الأطر التي تتشبع بالقيم الوطنية وتمثل أيضا الجالية المغربية التي أكن لها محبة وتقدير خاص، وهذا ينسجم مع أيضا التوجيهات الملكية السامية التي دائما ما فتئت وعنايته السامية بهذه الجالية، خصوصا على مستوى التوجيهات الملكية والخطب الملكية. وهنا أستحضر الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بمناسبة سنة 2022، عندما اعتبر أن حجر الزاوية في الدفاع عن قضية الصحراء ووحدة الصف المغربي والتعبئة الشاملة للتصدي لمنورات المملكة المغربية أعداء المملكة المغربية، حيث أشاد في هذا الإطار صاحب الجلالة بالدور الجبار والمهم والقيادي الذي تلعبه الجالية المغربية المقيم الخارج، الذين ما فتئوا يبذلون جهود حثيثة للدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية من خلال المواقع التي يتواجدون بها. كما لا يفوتني الذكر أيضا إلى أن أنوه بجهود كبيرة وجبارة التي يقوم بها الأخ والصديق الشيخ عبد الرحيم رئيس المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي، الذي أبان عن استباقية كبيرة وقام بجهود حثيثة لترافع ليس فقط الدفاع، بل انتقلنا من مرحلة الدفاع عن هذه القضية إلى مسألة الترافع، لأن الحقوق الترابية للمملكة المغربية لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال آليات الترافع، وهذا ما جاء أيضا في خطاب الملك السام بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، عندما دعا إلى تأهيل نخب سياسية والانتقال أيضا التنسيق ما بين الدبلوماسية الرسمية والحزبية والبرلمانية. وبالتالي فهنا ننوه كمركز دبلوماسي دولي بالجهود التي يبذلها المركز رئاسة وأعضاء في خدمة هذه القضية والتعريف بعدالتها من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات وأيضا تنسيقيات. كما أيضا أنتهز هذه الفرصة أيضا للتعبير عن تقديري وافتخاري واعتزازي بالمشاركة مع أيضا الأستاذ البشير أيضا من الدنمارك، ووجه له التحية في هذا الإطار، بالإضافة إلى لا أنسى والأستاذ الفاضل السي مصطفى باعتباره هو الذي يشرف على مرحبا. تأطير هذه الندوة الفكرية والعلمية من نعم الديار الإيطالية. فعلا الخطاب الملكي السامي يجب قراءته من خلال السياق الوطني والسياق الدولي والسياق الإقليمي. فعلى المستوى الوطني الخطاب الملكي السامي جاء في إطار افتتاح السنة التشريعية، وبالتالي فهو خطاب موجه بشكل أساسي إلى ممثل الأمة. في هذا الإطار لاحظوا معي أن صاحب الجلالة ركز في هذا الخطاب أساسا على ملف الوحدة الترابية والوطنية، وبعث برسائل ليس فقط للأطراف الخارجية بل أيضا للداخل المغربي، هنا يقصد بشكل مباشر الدبلوماسية الحزبية وإلى الأحزاب السياسية وإلى الدبلوماسية البرلمانية من أجل تعبئة الجهود والتنسيق مع غيره، مع مختلف الفاعلين السياسيين والأكاديميين الدبلوماسيين وغيرهم، من اجل التنسيق بين هؤلاء الفاعلين، وبالتالي تحصيل المكتسبات الدبلوماسيه التي ركمتها الدبلوماسيه الملكيه، على اعتبار ان ملف السياسه الخارجيه هو ملف وفق دستور المملكه وملف يدخل ضمن الاختصاص الدستوري الحصري للملك باعتباره رئيسا للدوله وحامي حمى المله والدين وضامن دوام الدوله واستقرارها ضمن حدودها الحقه. وبالتالي فصاحب الجلاله السياسة الخارجية التي يرسم معالمها، فبالتالي حددت توجيهاتها الأساسية في تدبيرها لملف قضية الوحدة الترابية التي أصبحت تلك النظارة التي ينظر بها المغرب إلى الخارج ليقيس بها صدق الصداقات ونجاعة الشراكات، وأصبحت مستوى العلاقات بين المملكة المغربية والدول والمنظمات الإقليمية والدولية تتحدد وفق موقفها من هذه القضية التي كما قال صاحب الجلالة هي القضية الأولى للمغاربة، وهي أيضا قضية المغاربة ملكا وحكومة وشعبا، بل هي قضية وجود دائما أن نقولها، وليست قضية حدود ترابية. من هنا ومن هذا المنطلق أضفى صاحب الجلالة على هذه الدبلوماسية صفة وطابع الحزم والوضوح والبراغماتية والعملية، وبالتالي أصبح المغرب شريكا موثوقا به على المستوى الإقليمي والدولي والقاري. وحصدت المملكة المغربية مؤخرا مكتسبات عديدة في مجال، انتقلت من مرحلة تدبير كما قال صاحب الجلالة تدبير ملف الصحراء إلى مرحلة تغيير، بل مرحلة الآن الحسم في هذا الملف من خلال حشد أزيد من اعتراف 109 دول
بمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي عملي براغماتي لهذا الملف الذي دام زوان استقر باعتباره ملف نشأ في سياق الحرب الباردة، وهو ملف يتعلق بطبيعته القانونية، هو نزاع إقليمي كما نص على ذلك التقرير الأخير للأمين العام المتحدة، ثم أنه وقرار الأخير لمجلس الأمن 2703، ثم أن أيضا لفتح أزيد من تأثير قنصلية بكل الداخل والعيون، وهذا يعتبر وفق اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963 اعترافا ودعما وتعبيرا عن سيادتي عن دعم سيادة المملكة المغربية عن الصحراء. ثم أيضا على مستوى ثنائي الأطراف والأممي، المغرب يعني حصد عدة مكتسبات، من أهمها أيضا بالإضافة إلى ليس فقط الاعتراف بالحكم الذاتي كحل، بل أيضا الاعتراف بسيادة المملكة المغربية، وهنا أقصد اعتراف الولايات الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى انفتاح المغرب على أوروبا ومناطق جيوسياسية جديدة كشمال أوروبا وشرقها نعم وغربها وجنوبها، نعم وبالتالي هذا ما جعل نعم أزيد من 20 دولة أوروبية تعترف بالحكم الذاتي كحل يتمتع بالجدية وبالمصداقية نعم والواقعية. نعم نعم شكرا دكتور، نعطي الكلمة للسي البشير. تفضل. مرحبا. يعني الخطاب ديال صاحب الجلالة كلنا شفناه البارح، وكلنا فرحنا لأنه كان موجه للجميع. تفضل. خطاب جلالة الملك تابعناه بالأمس، وكان خطاب يحمل رسائل للعديد من الجهات. خطاب صاحب الجلالة كان يرتكز على التطورات التي يعرفها ملف الصحراء، وقال بصريح العبارة: المغرب يجب أن يظل حازما في ملف الصحراء المغربية. أعتقد بأن فرنسا وموقف فرنسا بدعم مشروع الحكم الذاتي كان خيار مهم لعودتها إلى إفريقيا من منظوري الخاص. فبالتالي فرنسا عرفت في العديد من الدول الإفريقية، وبالخصوص في دول الساحل ودول أخرى، عرفت أزمات اقتصادية وخسرت العديد في الدول الإفريقية، وتعتبر بأن عودتها إلى إفريقيا يمر بتحسين علاقتها مع المغرب، وبالتالي كانت مرغمة على الاعتراف بمشروع الحكم الذاتي. ومستقبلا ستكون زيارة مهمة لماكرون للمشاركة في التنمية عبر مشاريع في الأقاليم الجنوبية، وكذلك من الممكن أن تفوز فرنسا بمشروع القطاع السريع الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش ثم أكادير. أعتقد بأن قضية الصحراء، وأنا باستمرار أتابع التحولات والتطورات تطورات هذا الملف، تعرف تحولات كان آخرها الحكم الصادر في محكمة الاتحاد الأوروبي، واللي مع كامل الأسف كنت أتمنى أن تكون متابعة للملف عبر محامون يتم تعيينهم، حتى لا نفاجأ بالقرار الأخير الصادر عن هيئة قضائية. صدرت القرار في الرابع من أكتوبر، وكانت آخر يوم لهذا
القضاة هو السادس من أكتوبر. إذا أعتقد بأن المغرب والجهات الرسمية على مستوى وزارة الخارجية بالخصوص من الضروري أن تتابع الملف بجدية حتى لا نفاجأ، وأعتقد بأن يجب أن تكون تعبئة على مستوى الدول الأوروبية، ونحن بدورنا من خلال القناة الإعلامية دائما والموقع الإلكتروني نحاول دائما أن نقرب مغاربة الدول الإسكندنافية من تحت التطورات التي يعرفها ملف القضية الوطنية. إذا أعتقد بأن اعتراف فرنسا بمشروع الحكم الذاتي كحل لإنهاء الصراع في المنطقة هو مهم، و15 دولة لحد الساعة في أوروبا اعترفت بمشروع الحكم الذاتي، ومستقبلا من دون شك ستدعم القرار إلى جانب فرنسا نعم كعضو دائم في مجلس الأمن ودول أخرى كذلك. تفضل سي مصطفى. نعم شكرا سي البشير. سي عبد الرحيم تفضل، مرحبا. السلام عليكم إخوان، كنشكر السلام. نظيف مصطفى مسير هذا اللقاء وصاحب قناة الجالية اللي كيقوم بواحد المجهود جبار وكبير أنه باش يوصل صوت الجالية فين خصو يوصل، وحنا كنعتبره بأنه هو المكبر صوت ديال الجالية المغربية بإيطاليا، وهذا الشيء كيديرو من ماله الخاص وما عنده حتى شي دعم، ما عنده حتى شي حاجة. ولهذا أنا أشيد بشخصية السيد مصطفى وشكرا على هذا الندوة. أشكر السيد غالي الغيلاني، غالي الغيلاني تربطنا به كمركز وكشخصي علاقة وطيدة، وهو مرجعية للمركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وهو كنعرف السي غالي من أصول عائلة عريقة صحراوي الجذور ديالها في الصحراء كلها، وكيدافع وكيلبي النداءات جميع الندوات اللي كنقوم السلام عليكم. بها في القضيه الوطنيه، كيلبي النداء مجانا بدون ولو لتر ديال الديزل. لهذا اشكره جزيل الشكر من بر باسمي وباسم جميع المكونات المركز للدفاع الذاتي. سي البشير نعرفه، كنت درت ناشي لقاءات مع السي مصطفى معه وتبارك الله عليه، وقايم بواحد الدور كبير وفين في الدنمارك، لان دوله اللي فيها جاليه قليله ديال المغاربه، ورغم هكاك وهو يتقاتل هناك من اجل نعم الجاليه المغربيه ومن اجل قضيتنا الوطنيه. انا هذا المنبر ما غاديش نضيف بزاف على داكشي اللي قال السي البشير ولا السي غالي الغيلاني، اللي عطى واحد نظره كبيره على سيدو. انا في نعم المشفره ديال صاحب الجلاله اللي ثارت الانتباه ديالي، وهي كلمه المغرب انتقل من التدبير الى التغيير. هذه كلمه قويه نعم ورساله انا كنترجمها بانه بارك علينا من دعم مخطط الحكم الذاتي. نحن ننتقل الى الاعتراف الرسمي، ما نبقاوش نسول هذا في الدعم لي الحكم الذاتي والمخطط وهنا وهنا من 2000 وحنايا كنسلموا نقولوا هذا يدعم لي المخطط. احنا نريد كمركز وكما قلناها في العيون وفي الداخله وفي المحبس وفي كل شيء، نحن نريد من الدول عدم اللعب فوق الحبلين وعدم ضبابية المواقف ديالهم، ما إما يقولوا لنا مع المغرب ولا ماشي مع المغرب، باقي مع المغرب. وكيف يعقل أن محكمة أوروبية باقي لها يومين أن تتغير هذه الهيئة وصدرت هذا الحكم هذا؟
احنا لا نعتبر كما قال بوريطة السيد وزير الخارجية نحن غير معنيين لا به، يعنينا. ولكن ان هادشي تكون هذه المحكمة شنو يديرها؟ الاتحاد الاوروبي مفوضية يونطوا هما كيقولوا يخرجوا بقرار معاكس للرؤية ديال الاتحاد الاوروبي، اذا كاين ايادي خفية اللي كتلعب ان باش تطيل الامد ديال هذا النزاع المفتعل من طرف الجبهة الوهمية هذوك الجارة السوء اللي عندنا هنايا. اذا صح انا الرساله ديال صاحب الجلاله رساله قويه، وفي الظرفيه بالضبط ديال هذا القرار ديال المحكمه الاوروبيه، وان كيقول نادينا تحنا بان اين السياسيين المغاربه من القرارات، فين هم السياسيين المغاربه، فين هم المنتخبين؟ الدعم كنشوفوا في جنوب المملكه الدعم اللي كيمشي للجمعيات اللي لها علاقه لها بالوحده الترابيه، الملايير الملايير اللي نعم عادل، اللي سميته. نعم ولكن عادل، هنا تعبئه السياسيين والمنتخبين والدبلوماسي الموازيه من الاخوان خارج ارض المملكه، الملك يقول لكم محتاج المواطنين المغاربه ابنائه محتاجين سواء خارج ارض الوطن نعم او ارض الوطن. نكتفي من بعد نعم نعم غادي نرجعوا للموضوع ديالنا. شكرا سي عبد الرحيم. أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 حكمها في طعنين تقدم بهما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل استئناف حكم سابق متعلق بإلغاء اتفاقيتين، واحدة تخص الصيد البحري والثانية الفلاحة مع المغرب، بدعوى أنهما تشملان الصحراء المغربية وستتجو توجس الأوروبي من توجه المغرب نحو الأسواق البديلة عن أوروبا لتصريف منتجاته. واعتبرت المحكمة أن الاتفاقية التجارية واتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة يجب أن تتوقف في غضون سنة، معتبرة أنه لا يمكن إدراج الصحراء المغربية في الاتفاق. وطالب المجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من المحكمة إلغاء الحكم الذاتي السابق وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل المنتجات القادمة من الصحراء المغربية في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد جديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الجنوب جزءا منه. وتقدمت الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق المحكمة دلائل على أن إبرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري بما يتضمن إقليم الصحراء يتم بموافقة سكان الإقليم، على العكس ما تدعيه جبهة البوليزاريو الانفصالية التي كانت هي السبب في إلغاء الاتفاقية بعدما تقدمت بطعن فيها بدعوى أنها تمثل الشعب الصحراوي وأن توقيع الاتفاق تم بدون موافقة ممثلين رسميين لسكان الإقليم. سي دكتور الغالي، السؤال ديالنا ما هي قراءتكم باش ما ندخل قبل ما ندخل الأسئلة، قراءتكم في هذا يعني بعجالة يعني في هذا القرار هذا اللي خرج الإلغاء ديال سميتو، تفضل. تحية طيبة مرة أخرى، اسمح لي السيد منظم هذا اللقاء أن أتفاعل مع بعض الملاحظات التي جاءت والمداخلات التي جاءت على لسان ضيوف الكرام، بخصوص فقط يعني قراءة بسيطة لأهم الأبعاد الدبلوماسية لقرار فرنسا. ولاحظوا معي أن صاحب الجلالة ركز على موقف فرنسا وأفاد بذلك، فقط لابد من التذكير أن فرنسا موقف فرنسا وموقف الدولة الفرنسية يعني وموقف يتعلق بقرار الاعتراف، ليس فقط تأييد ودعم الحكم الذاتي، بل أن الصحراء وسيادة الصحراء ستكون دائما مغربية كما قال البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية. يعني مستقبل الصحراء دائما سيكون ضمن الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وهذا القرار يعني قرار الاعتراف هو قرار وفق القانون الدولي، هو قرار ذات طبيعة سيادية. عندما نقول القرارات ذات طبيعة سيادية هي قرارات لا تقبل الطعن، انها محصنه قانونا وقضاء، لان القرارات المعروفه في القانون الدولي، القرارات ذات الطبيعه الدبلوماسيه والسياديه لا تقبل اي طعن. واحد. اثنان، بالنسبه للموقف ايضا، وهذا ايضا مساله اخرى، هو ان فرنسا والبيان الفرنسي اكد انه على علاقه ليس فقط تعاون مع المغرب، بل علاقه شراكه استراتيجيه.
وهذا امر مهم جدا يجب. نعم ثم ايضا اكد على ان فرنسا ستواكب الاستثمارات في الاقاليم الجنوبيه وستدعم موقف المملكه المغربيه في المحافل الدوليه والاوروبيه، هذا من جهه. وفرنسا يجب ان نعرف ان فرنسا هي عضو دائم في مجلس الامن، هي لها علاقات تاريخيه في المنطقه، تعرف المغرب جيدا، وهي عضو في مجموعه اصدقاء الصحراء، بمعنى تؤثر في ملامح القرارات الامميه الصادره في هذا الشان. ثم بالنسبه للدنمارك، وهنا لابد ان اشير الى الدنمارك باعتبار ان هذه المنطقه ومنطقه شمال اوروبا، المنطقه الاسكندنافيه، كانت تنتشر فيها الاطروحه الانفصاليه، فالمغرب نجح في اختراق هذه المنطقه على قياس ما ان الدنمارك ستتولى في السنه القادمه 2025 عضويه مجلس الامن باستفتها دوله غير دائمه. هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى فقط ملاحظه نؤكد على ان ليس كما قال صاحب جلال، ليس لنا ادنى مشكل مع الجاره الجزائر، وخصوصا مع الشعب. فعلا نحن دائما صاحب جلال يمد اليد الى الجزائر لطي صفحه الماضي، لفتح الحدود، لانشاء اله للتصاور السياسي، ولكن لن يكون ذلك على حساب وحدته الوطنيه والترابيه. هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى، ان ساكنه اخواننا في تندوف هم مغاربه وفق القانون المغربي، هم مغاربه وهم ابناء عمومتنا، ولكن نختلف معهم سياسيا، ولكن ايضا على اساس ان قضيه الوحده بالنسبه لنا قضيه وجود وليست قضيه حدود. وايضا فان المملكه المغربيه ترحب باخواننا في تندوف للمشاركه في مسلسل التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بهذا الاقليم. اعود على قراءه قانونيه وسياسيه في القرار الاخير لمحكمه العدل الاوروبيه. يجب اولا ان نقرا هذا القرار من ناحيه الشكل ومن ناحيه المضمون. فهذا القرار يعني هو قرار نحترم، هو صادر عن هيئه قضائيه اوروبيه بطبيعه الحال، لن نتدخل في الشان القضائي الاوروبي، فمساله التدخل في الشان القضائي مساله خاصه بالاوروبيين. ولكن هذا ما دام ان هذا القرار يمس ويحاول ان يقوض المكتسبات الدبلوماسيه من خلال اللجوء الى الاليات القضائيه والقانونيه، وايضا بعد اطلاعي ودراسه هذا القرار الذي يتضمن ثلاث نقاط اساسيه خطيره جدا، يجب وهذا القرار، ونحن ننتقد القرار ولا نشخصه، ننتقد القرار لانه فيه من العيوب والاختلالات القانونيه الذي يجعل منه بيان سياسي اكثر منه قرار قضائي. وساضرب مجموعه من النقاط القانونيه من حيث الشكل ومن حيث المضمون. فاولا، هذا القرار الصادر عن محكمه العدل الاوروبيه فيه تطاول على اختصاص المحكمه مجلس الامن باعتباره اعلى هيئه تقريريه قانونيه تسهر على الاشراف على هذا الملف بشكل حصري وفق قرارات مجلس الامن ذات الصله. ثم انه هذا القرار ايضا فيه خرق لقاعده اساسيه من قواعد القانون الدولي، وهو سمو المعاهدات والاتفاقيات الدوليه على القوانين الداخليه وفق الماده 26 من اتفاقيه فيينا لسنه 1969 التي تعتبر قانون المعاهدات، والتي تلزم المنظمات والدول باحترام الاتفاقيات الثنائيه والمعاهدات، ولا يمكن التبرع بالقوانين الداخليه للتملص من الاحكام الاتفاقيات الدوليه. ثم ايضا هذا القرار ايضا فيه عدم احترام لمبدا معروف في القانون الدولي، وهو مبدا ما يعرف بالباكتا سونتي سيرفاندا، وهو مبدا العقد شريعه المتعاقدين او لي كونفونسيون دو اتر ريسبكتي، بمعنى احترام القوه الملزمه للاتفاقيات الدوليه. ايضا هذا القرار ايضا فيه خرق خطير جدا، وفيه ايضا تبني لوجهه وطرح سياسي يختلف عن قرارات مجلس الامن. فلاحظوا معي ان قرارات مجلس الامن تشيد ب وتقارير الامين العام لمجلس الامن منذ سنه 2016 او نسطر على منذ سنه 2016، وهي تشيد بمسلسل التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه التي تبذلها المملكه المغربيه الاقاليم الجنوبيه. مع الاسف تجاوز هذا الامر القرار، بل اكثر من ذلك اعطى هذا القرار صفه خطيره لا توجد في قرارات مجلس الامن، الذي يعتبر جبهه البوليزاريو كمجرد طرف كغيره من الاطراف الى الجانب الجزائري التي ذكرها ست مرات، اعطى صفه دخيله على القانون الدولي، وهو صفه انترلوكوتور بريفيليجي، وهذا غير موجود في القرارات الامميه، بل اكثر من قرارات محكمه العدل او التريبينال او الدرجه الاولى لم تعترف بتنظيم بوليزاريو انه يمتلك الشخصيه المعنويه القانونيه. يعني هذه كانت هناك خرق ايضا وعدم انسجام ما بين هذا القرار
والسوابق القضائية الصادرة عن المحاكم الأوروبية والمحكمة العدل البريطانية العليا التي أجازت اتفاقية الشراكة ما بين المغرب وبريطانيا بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. فالخطورة في هذا القرار أنه تبنى وجهة طرح سياسي، وبالتالي يحاول من خلاله المحكمة الأوروبية أن تضفي طابع الممثل الساكنة. والخطير في الأمر أنها تدخلت في مسألة تمثيلية الساكنة، وهذا أمر سياسي وليس أمرا قانونيا، لأن القرارات مجلس الأمن لا تعترف لجبهة بوليزارو بأنها ممثل وحيد لساكنة المنطقة، بل أضفت على ساكنة تندوب أنها تمثل المنطقة، وأعلنت أن ساكنة الأقاليم الجنوبية التي تمثل المساحة أزيد من 80% من مساحة الأقاليم الجنوبية يعني قامت بإلغاء صفة التمثيل التي تمثلها هيئات منتخبة بشكل ديمقراطي، كما شهد على ذلك قرارات المجلس الأمن وتقارير الأمين العام للأمم المتحدة. وهذا أمر خطير لأنه ليس له أساس قانوني، وبالتالي فالقرار يمكن اعتبار هذا القرار بيان سياسي، بيان لإضفاء الشرعية على هذا الكيان وإعطائه لصفة ما يعرف بلوكاس ستاندي أو لا كاباسيتي داجير، بمعنى إعطاء صفة التقاضي، وذلك من أجل استعمال آليات القانون القضائية للقفز على المكتسبات التي ركمتها المملكة أو الدبلوماسية الملكية البلدية. الأخيرة، وبالتالي تمديد، وهذا الأمر خطير، تمديد نطاق القانون الأوروبي ليتجاوز نطاق القانون الدولي، وهذا أمر خطير، لأن القوانين سواء ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن الاختصاصات للمؤسسات الأممية تسمو على اختصاصات للمؤسسات الإقليمية، وبالتالي لا يجب تفسير هذه القرارات الأممية الأوروبية ومحاولة تمديد نطاقها لتشمل منطقة لا تعتبر جزء لا يتجزأ من أوروبا. وهذا ما أعلن عليه أيضا المملكة المغربية باعتبارها ليست طرفا. وهنا مبدأ معروف في القانون، وهو أن نسبية الآثار أو الأحكام القضائية، بمعنى أن الأحكام القضائية مهما كانت قيمتها القانونية فهي لا تسري إلا على الأطراف التي شاركت في مصادر هذه الأحكام، وبالتالي فهي لا تلزم إلا من كان طرفا فيها. وبالتالي وبحيث أن المملكة المغربية أبرمت اتفاقية دولية ثنائية الأطراف ومتعددة الأطراف مع الدول الأوروبية، وهذا ما أكدت عليه الدول الأوروبية في بيانات صادرة عن وزارة الخارجية، عدة دول، فرنسا، إسبانيا، الدنمارك وغيرها من الدول، وألمانيا، على تشبثها بخيار الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية. الخلاصة أن هذا القرار بطبيعة الحال يحاول من خلاله خصوم المملكة تقويض المكتسبات التي الدبلوماسية تحققت. التي تحققت وتراكمت في عهد صاحب الجلالة، ولكن من خلال حشد تراكم قضائي وقانوني، وبالتالي فتح معارك قانونية قضائية لضمان كما قال هنري كيسنجر استدامة النزاع بدل تسوية النزاع. شكرا دكتور، شكرا دكتور، باش ندخلوا ان شاء الله الاسئله ديالنا. السي البشير انت كذلك القراءه ديالك القرار ديال المحكمه العدل، تفضل. مرحبا. أنا غير بغيت أن نرجع لموقف فرنسا الرسمي من خلال البيان الصادر في وزارة الخارجية. ما فادوه؟ لا فرونس برون نوت دو تروا اري غوندي فوندردي 4 أكتوبر 2024 بار لا كور دو جيستيس دو لينيون أوروبيان sur deux accords conclus par l'Union européenne et le Maroc sur l'étiquetage des produits issus du Sahara occidental. Il ne lui appartient pas de commenter une décision de justice. حسب البيان الصادر في وزارة الخارجية الفرنسية، هم لم يريدون التعليق على هذا القرار، وبالتالي أعتقد كما قلت مسبقا أن الموقف الفرنسي الصريح سيتبين من خلال الزيارة التي سيقوم بها ماكرون للمغرب في 28 أكتوبر،
وهنا ستتضح الأمور حول موقف فرنسا الرسمي من قضية الصحراء. هل ستدعم مشروع الحكم الذاتي أم ستعترف رسميا بمغربية الصحراء؟ أعتقد كذلك أن التطورات التي يعرفها الملف دفعت بدول الاتحاد الأوروبي وعددها تقريبا حوالي 15، منها من تربطه اتفاقيات في الصيد البحري وكذلك المنتوجات الفلاحية، جميعا يرفضون القرار الصادر في محكمة الاتحاد الأوروبي. وبالتالي أعتقد بأن حتى البرلمان الاتحاد الأوروبي خرج ببيان يندد بالقرار الصادر في المحكمة ويعتبره قرارا لم يتبنى الدعم الذي عرفته القضية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. إذا نعم. أعتقد أن من دون شك هذا القرار الصادر في محكمة العدل بتاع الاتحاد الأوروبي سيفتح الباب أمام دول أخرى للتعاون في مجال الصيد البحري والفلاحة، وبالخصوص بريطانيا وروسيا. المغرب لن يخسر شيئا، بل الخاسر الأكبر من تعليق هذه الاتفاقية هي بالخصوص إسبانيا بالدرجة الأولى والبرتغال ودول أخرى. ولكن المغرب لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يجري من دون تغيير، ومن دون كذلك أن يستأنف الحكم الصادر في هذه محكمة الاتحاد الأوروبي، لأن أصبح من المتأكد أن العديد من الدول الأوروبية المستفيدة من هذه الشراكة اللي كتربطها مع المغرب يسعون لإعادة النظر في هذا الحكم واستمرار في هذه الشراكة اللي تربطهم مع المغرب. هناك تقريبا 15 دولة اللي أعلنت رفضها من القرار الصادر في محكمة العدل الاتحاد الأوروبي. شكرا سي البشير. ان شاء الله، لان مع ضيق الوقت غادي نديروا 3 دقائق للمداخله باش ان شاء الله، لان عندنا عده الاسئله. اولا معنا ضيف الشرف سي ابراهيم عمار، مدون وناشط جمعوي منتخب سابق في عماله اسريد، عائد من المخيمات بوليزاريو الى ارض الوطن. مرحبا بك معنا في هذه الحلقه هذه. سي نعطيك الكلمه من بعد. سي عبد الرحيم تفضل، أعطينا واحد القراءة ديالك بعجالة. هنا لابد أن نذكر، لا الريزو أدري عندك؟ أنا. أه؟ لا لا سير سير، مزيان مزيان مزيان. أن الاتفاقية الشراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري تتلائم كليا مع القانون الدولي، أن بروتوكول الصيد البحري بيخدم الساكنة المحلية برمتها بما فيها الأقاليم الجنوبية، وسبق المحكمة العدل الأوروبية نفسها في 2018 تأكيد على أن اتفاقية الصيد البحري لا شيء يعارض تطبيقا في مياه الاقاليم الجنوبيه. احنا كمركز دولي للدفاع عن الحكم الذاتي خلنا صدرنا بيان
استنكاري وصلنا العام، غادي نعطيه في غير واحد الملخص باش الاخوه اللي ما شافوش الكلام زم. على ضوء قرار المحكمه الاوروبيه بشان اتفاقيه الصيد البحري والفلاح من المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي بالصحراء المغربيه، وهو يتابع مستجدات قضيه وحدتنا الترابيه على الصعيد الدولي، وانطلاقا من مرجعيته الترافعيه كدبلوماسيه موازيه لمواصله مسار التبعه واليقظه اللازمتين للدفاع عن القضيه الوطنيه الاولى انسجاما وتوجيهات الملكيه الثانيه وارتباطا بقرار المحكمه الاوروبيه الاخير بالغاء اتفاقيه الصيد البحري والزراعه بين المغرب والاتحاد الاوروبي. هذا القرار الذي يخلو من كل مصداقيه لعدم شرعيه تمثيليه الجبهات المزعومه في القضايا القانونيه المتعلقه بالصحراء المغربيه، الشيء اللي قالوا السي الغالي يعني التي تستوجب مبدا السياده من جهه. كما ان قرار المحكمه الاوروبيه تجاهل الحقائق التاريخيه التي سبق لمحكمه العدل الدوليه سنه 1975 ابدت فيها رايا قانونيا غير قابل للتاويل حول وجود روابط تاريخيه بين المغرب والصحراء، وبه ان هذا القرار يعتبر المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي للصحراء المغربيه بمثابه تدخل السياده المغربيه التي لا يمكن ان تقبل بمناقشتها او المساواه من خلاله. وعليه يرى المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي ان قرار المحكمه الاوروبيه لا يعني المغرب في شيء، وهذا الشيء اللي قاله وزير الخارجيه سي بوريت، وانه ينطوي على انحياز سياسي صارخ الالتزام بالقوانين الدوليه وقرارات الامم المتحده، ولا يعكس القانون على الارض، خاصه الدعم الدولي المتزايد لمبادره الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل لانهاء النزاع المفتعل. الدعم يعكس الاعتراف الدولي بجهود المغرب في ايجاد حل سلمي ومستدام. وبالمقابل يؤكد المركز الدولي للدفاع عن الحكم الذاتي للصحراء المغربي انه لا بد من مواجهه هذه التحديات باتخاذ خطوات لتعزيز العلاقات التجارية والتفاوض على اتفاقيات جديدة متوافقة مع القانون الدولي وتنويع شراكات تجارية، الشيء اللي قاله سي الأخ معنا سي البشير الدولية، وتنويع شراكات تجارية مع دول أخرى لتقليل الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في أفق ضمان اتفاقيات عادلة ومستدامة تراعي مصالح المغرب في استمرارية الأعمال التجارية، كما أنه يدعم كل خطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية التي ستتخذها الدولة في اتجاه هذا القرار غير البريء والانحيازي والذي يعتبر تدخلا في السيادة الدولة. إذا هذا كان واحد الخلاصة ديال البيان السنكاري ديالنا نعم الحكم الذاتي. احنا خصنا نعرفوا بان الاتحاد الاوروبي براسه انه الاستثمارات دياله في المغرب اكثر من 50%، يعني الاستثمارات المغربيه الخارجيه الاتحاد الاوروبي كيستافد اكثر من 50% منها. ولهذا انا كنقول كي هاد البارادوكس ديال هاد المساله، انه كيف ما قلت في النوب الاولى اللاعب فوق حبلين، يجب مراجعه هذه الاتفاقيات كامله، يا اما بالاعتراف ديال الدول ديال الاتحاد الاوروبي بمغربيه الصحراء ووحدته الترابيه من طنجه الى الهويره رسميا، او احنا خصنا نبدلوا هاد الشركاء واللي اعترف لنا بحال فرنسا ولا غيره، احنا يمكن نتعامل معاهم بالمثل. هذا الشيء اللي كاين. تفضل سيدي. شكرا، نعطي الكلمه للسي الاخ اللي دخل معنا جيت سي ابراهيم عمار. يعني احنا تكلمنا على الخطاب ديال صاحب الجلاله واللي جاب به صاحب الجلاله والاعتراف الفرنسي، وكذلك كان اللقاء ديالنا هو الالغاء ديال الاتفاقيه، وانت يعني ك يعني مناضل ديالنا كنت في تندوف ودخلتي لارض الوطن، مرحبا بك مره ثانيه وتفضل. مرحبا، تفضل. مرحبا سي ابراهيم، الصوت تفضل تفضل. أشكركم جميعا وأزف بارك إليكم الله أحرى فيك. التهاني والتبريك. السلام إلى عليكم. السلام ورحمة الله. سي مباركي، شكرا لفضل الإخوان كاملين. أولا حول هذا القرار، احنا نشوفوا على ان قرار المحكمه الاوروبيه بشان الاتفاق التجاري اللي يربط
الاتحاد الأوروبي المغرب. هذا الواقع في القرار اليوم ليس حالة طارئة في العلاقات التجارية اللي تربطهما، بل عرف هذا الاتفاق التجاري عدة أزمات، بدأ من سنة 2012 مرورا ب 2019 2021 إلى 2024، حيث دائما نشوفوا هذه محكمة شهر ورقة التمثيلية السكانية في وجه منتجات الصحراء المغربية بشقيها الزراعي والبحري، البحري تفضل. واللي ما نفهمه نحن الصحراويين المغاربة سكان المنطقة اللي معطرين دستوريا قوانين مؤسسات مغربية، ما نفهمه بأي معنى تشهر المحكمة الأوروبية الساكنة اللي هي اليوم ساكنة تنعم بمواطنة كاملة وغير منقوصة في أقاليمها تحت السيادة المغربية وبكامل السيادة في مؤسسات معطرة دستوريا بقوانين، واللي هي اللي تدبر شأنها في إطار مواطنة كاملة وغير منقوصة في هذا الإقليم. هذا الإقليم اللي يشهد دينامية تنموية سيسيو اقتصادية متعددة الأبعاد ومتكاملة ومندمجة، واللي هذه الأقاليم اللي صبحت يعني قطبا اقتصاديا وحلقة وصل بين الاتحاد بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي بفضل النموذج التنموي اللي رصدت له ميزانيات بملايين الدولارات، واللي خلى هذه الأقاليم شريكة وفاعلة رئيسية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بدينامية المملكة المغربية وبدينامية الإصلاحات، ليس ما في النهوض بالجانب الحقوقي والديمقراطي وفي جميع الحريات وتدبير الشأن العام. قلت بمواطنة كاملة وغير منقوصة، كما أن هذا الإقليم أصبح كذلك ساكنته في إطار مؤسساته في إطار تمثيلياته الديمقراطية، يعني توقع شراكات اقتصادية مع مستثمرين وطنيين ودوليين، وخاصة في قطاع الصيد البحري. هذا الصيد البحري اللي استفاد يعني بوحده من حوالي مليارين دولار لبناء ميناء داخل الأطلس الجديد، وما يزيد على 120 مليون أورو لتثمين منتجات الصيد البحري، الأمر اللي يجعل قرار المحكمة الأوروبية بعيد كل البعد عن الآلة القانونية المعطرة له، ومحكوم بآليات سياسية ضيقة تجعله مجرد وسيلة لتمرير أجندات جديدة بالمنطقة ليست من صميم يعني التبرير المرافق للقرار الذي يدعي استئصال الساكنة. وإلا بماذا نفسر يعني الاتفاقيات المبرمة سابقا إن لم يكن هذا طعن في مصداقية الإطار القانوني المنظم للاتحاد الأوروبي، علما أن أي اتفاق مبرم يكون يعني مستوفيا دائما بالشروط القانونية المنظمة للطرفين. وعلى هذا الأساس في هذا القرار نرى أنه جاء تحت طلب أطراف حادية المنطقة السياسية، وتعاني أصحابها من تداعيات جديدة بالمنطقة، وخاصة أن المنطقة موضوع قرار تعرف يعني صبح تعرف نهج جديد تم الإعلان عنه رسميا من الرباط
سواء على مستوى التدبير الجهوي الإداري والديمقراطي، ومع أو مع التعاطي الوطني المغربي الجديد مع القضايا الاستراتيجية. وهذا هو اللي تلقى يعني تأييدا دوليا لدى الأمم المتحدة، وإحنا كنشوف على أن بعثة السلام الأممية اللي اليوم موجودة في الصحراء المغربية وجدت نفسها في إطار، يعني وجدت نفسها أمام سياسة مغربية هي من صميم أهدافها، ألا وهي السلم الاستقرار والتنمية. سي ابراهيم غادي إذن نرجعوا لك ان شاء الله باش من نعم غادي نرجعوا لك ان شاء الله باش تكمل المداخله ديالك. سي الدكتور السي غالي، ما هي اهم المكتسبات الدبلوماسيه الملكيه في قضيه الصحراء المغربيه، وما هي التحولات السياسيه الخارجيه للملك المغربي في قضيه الصحراء المغربيه؟ تفضل. تحية طيبة للجميع، حتى أكون مختصرا، لأن كما يقول الفقهاء إن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، وأكون دقيق جدا في المداخلة لكي يعني نظرا للالتزامات لدي يعني في وقت محدد. فسأحاول ما أمكن أن أوفر هذا الموضوع من خلال كما قلت الإشارة إلى أن السياسة الخارجية تدخل ضمن المجال الدستوري المحفوظ للملك، وبالتالي فالملك هو الذي يرسم معالم هذه السياسة، وكما قلت صاحب الجلالة حدد معالم هذه السياسة وبصم عليها طابع الحزم والجدية والبراغماتية والعملية، وانتقلت السياسة الخارجية في تدبيرها لملف قضية الوحدة الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير وإلى مرحلة الحسم، من مرحلة ردة الفعل إلى مرحلة الفعل والاستباقية، من مرحلة إدارة النزاع إلى مرحلة محاولة الحسم في هذا النزاع من خلال تقديم مبادرة ديمقراطية وهي مبادرة الحكم الذاتي كتعبير عن تقرير المصير، والذي كما قلت حصدت مكتسبات على مستوى ثنائي الأطراف وعلى مستوى متعدد الأطراف. فعلى مستوى ثنائي الأطراف كما قلت حصدت اعتراف، أنا أفكر على آخر الأرقام، حصدت اعتراف أزيد من 109 دول العالم بأن هذه المبادرة واقعية عملية جدية تمضي قدما نحو التسوية. حصلت فتح أزيد من 30 قنصلية بكل من الداخل والعيون، فيها 22 قنصلية إفريقية، ثم أنه النقطة الثالث وهو أنه أزيد من 19 دولة أوروبية، الآن 19 دولة أوروبية تعترف بالحكم الذاتي كحل واقعي إنهاء يتسم الصراع. بالجدية والموثوقية في إطار دائما الإشراف الحصري للأمم المتحدة في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. بالنسبة للموقف الفرنسي فقط هنا أتفاعل، فإن موقف فرنسي موقف حسم الأمر واعتراف، لأن المسألة الاعتراف السياسة الخارجية الفرنسية مسألة اعتراف يتخذها رئيس الجمهورية، وقد بلغ صاحب الجلالة عن طريق مراسلة دبلوماسية كما قلت من خلال قرار دبلوماسي، وهذا القرار الدبلوماسي وفق اتفاقية فيينا هو قرار كما قلت وقرار ذات طبيعة سيادية، اي انه يتسم بالثبات هذا الاعتراف، ان فرنسا لا تعترف فقط بالحكم الذاتي كحل لهذا النزاع، بل تعترف بسياده المملكه، وهذا هو التحول الاستراتيجي في موقف الفرنسي، وهذا لا ينتظر زياره، الموقف الفرنسي تم اعلان عنه وتم تاكيد ذلك في التقرير الاخير الامين العام للامم المتحده الذي يعرض الان على مجلس الامن برسمي شهر اكتوبر، الذي اشار فيه الى التحول الموقف الفرنسي في هذه القضيه. فهذا على مستوى ثنائي الاطراف. اما على مستوى البروسيس اونيزيان او المستوى ملتي لاترال او متعدد الاطراف، فنؤكد الى ان القرار 2703 صادر عن مجلس الامن اكد على مبدا سمو مبادره الحكم الذاتي، بمعنى انه اضفى على جهود المملكه المغربيه ووصفها بانها ذات جديه وترمي قدما نحو التسويه، ثم انه اكد على ان مسؤوليه الطرفين وخصوصا الاطراف الجزائر والبوليزاريو على ضروره احترام وقف اطلاق النار، لانه اعلن التنظيم عن انسحابه من جانب واحد من اتفاق وقف اطلاق النار الذي ابرمه مع الامم المتحده ولم يبرمه مع المغرب خلافا لما يدعي. وهناك ايضا مساله مهمه وهو ان الخصوم المملكه
يشكلوا الان يشكلون تهديد على السلم والامن الاقليمي، لانهم رفضوا الاستمرار في صيغه الطاوله المستديره التي كرستها قرارات مجلس الامن منذ سنه 2018. ولذلك فان اللقاء الاخير لوزير خارجيه المملكه المغربيه مع ديمستورا شكل مناسبه لوضع والثوابت الاساسيه في قضيه الصحراء المغربيه، وهي كالاتي، عنوانها كالاتي: ان المغرب لا يتفاوض على سيادته، ان المغرب لن يقبل حلا خارج سيادته، ان المغرب لن يقبل حلا خارج الحكم الذاتي، ان المغرب لن يقبل تغيير ابعاد واهداف المسلسل الاممي وصيغه الطاوله المستديره، ان المملكه المغربيه لن يتفاوض دون دخول الطرف الاساسي الذي اشار اليه قرار مجلس الامن 6 مرات وهي الجزائر، ان المملكه المغربيه لن تستمر في التفاوض الا بعد احترام وقف اطلاق النار، ان المملكه المغربيه لن تقوم بابرام اتفاقيات متعدده الاطراف على حساب وحدتها الترابيه والوطنيه. صوت سي سي أستاذ الصوت. الو كتسمح لي؟ هل تسمعني يا سيد؟ نعم 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 كتسمح لي؟ تفضل تفضل، حيت كانت قطعت الصوت. تفضل. لا لا دابا دابا تنسمعوك تنسمعوك سير كمل. قلت نعم لكم مزيان دابا مزيان. ان نعم صاحب الجلالة رسم ثوابت في السياسة الخارجية في تدبيرها لملف الصحراء المغربية، عنوانها كالآتي: إن المغرب لا يتفاوض على الصحراء، إن المغرب لن يقبل حلا خارج سيادته، إن المغرب لن يقبل حلا خارج نظام الحكم الذاتي كحل وحيد وأحد لهذا النزاع المفتعل، إن الطبيعة القانونية باعتبار نزاعا إقليميا، إن المملكة المغربية لن تقبل المشاركة في المسلسل الأممي بدون إشراك الطرف الرئيسي وهي الجزائر التي أشار إليها قرار مجلس الأمن 2703 6 مرات، إن المملكة المغربية أيضا لن تستمر في التفاوض في إطار المسلسل الأممي إلا بعد احترام وقف إطلاق النار، إن المملكة المغربية لن ترهن مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية بمآل المسلسل الأممي، إن المملكة المغربية لن تقبل التفاوض على اتفاقيات دولية بدون أن تحترم وحدتها الوطنية والترابية. نعم صحيح. الصوت 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 ما سي الغالي، لأن كان دائما صاحب الجلالة كان واضح، قال لك لا يعني القضية ديالنا المنظور ديالها تنشوفوا يعني اللي تنتعاملوا معاهم خصهم يكون عندهم منظور ديال القضية ديالنا، يكونوا معانا في نفس سميتو. هذه كانت لا واضحة منذ البداية. لا في هذا الإطار كما قلت سي مصطفى، اسمح لي تحت قوس سريع، المغرب الآن كما قلت تس تبنى تفضل دبلوماسية الوضوح والحزم والعزم، سياسية. يعني نعم بمعنى أن المملكة نعم المغربية لن تقبل الآن البقاء في المنطقة الرمادية، ولكن نعم في العلاقات الدولية هي علاقات مبنية على لغة المصالح وليست لغة المبادئ والعواطف، فمن هنا ومن هذا المنطلق وأختم بالمداخلة، ضرورة تعبئة شهود المجتمع المدني والجالي المغربي المقيم من الخارج، لأن هذه القضية لا يمكن فقط حسمها من خلال الدبلوماسية الرسمية، وأنا أعرف ما أقول، من خلال ممارسة، بل لا بد من الانفتاح على الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية والمجتمع المدني وخصوصا الجالية التي أشاد بدورها صاحب الجلالة كما قلت في خطاب صح ذكرى العرش العلوي المجيد، وبالتالي التنسيق ما بين هؤلاء الفاعلين، لأن هذه القضية دائما نقولها هي قضية وجود وليست قضية حدود. نعم 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 شكرا الدكتور. وكما قال صاحب الجلالة في الخطاب ديالو، قال لك المسؤولية ديال الجامع، المجتمع المدني، المؤسسات، نعم الدبلوماسية، كل شيء خصو على الأقل يدير المجهود ديالو بالنسبة لهذه القضية، لأن القضية ومن الأولويات ديالنا. سي البشير أنا غادي نرجع تنشكرك سي البشير على المقالات ديالك وعلى النضال ديالك. يعني ممكن تضيف يعني باش تضيق ديال الوقت، انا غادي نعم نعطيك سؤال بالنسبه للمقال ديالك. قال قرار يعتبره كل المغاربه، سواء الذين يفهمون في السياسه والقانون او المواطنون العاديون الذين يعتبرون مواطنون اوروبيين لكن بقي ولاءهم للمغرب بدون نقاش، وغالبيه يتبنوا قضايا اساسيه، وليس كلهم يتبعون ملف الصحراء في المجتمعات الاوروبيه. الحكم الصادر بمحكمه العدل الاوروبيه كان مفاجئا لنسبة كبيرة من المغاربة سواء داخل المغرب وخارجه، وهذا يرجع
يرجع لغياب الإعلام المغربي وناشطه في العمل السياسي والجمعوي من المغاربة، وبالخصوص في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا. ما رأي يعني شنو بغيتي نعم، يعني تعطي واحد الرسالة؟ تفضل تفضل. أنا أضيف لما قاله الأستاذ المحترم سي الغيلاني، أستاذ في جامعة القضائيات. أعتقد بأن آن الأوان لكي يكون تنسيق جدي بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية لكي يقودها الموازية، لكي يقودها جمعيات المجتمع المدني في أوروبا. فدائما نعتبر العديد من الدول الأوروبية خصما للمغرب في قضية الصحراء، وبالتالي الدعم دائما يأتي من أحزاب اليسار الأوروبية. فبالتالي دورنا كإعلاميين، وأنا من خلال المقالات التي أكتبها باستمرار حول القضية الوطنية ودعم ومتابعة ومواكبة التطورات التي تعرفها، أعتبر المقالات التي أكتبها هي تعبئة بالنسبة للمجتمع، المجتمع أو الجمعيات المجتمع المدني في أوروبا. وبالتالي أجعلهم دائما في الصورة لكي يواكبوا ويتابعوا التطورات نتاع الملف. ولكن أنا أعتقد آن الأوان لكي يكون التنسيق بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية مرحبا. البرلمانية موازية. والدبلوماسية الموازية. فبالتالي من دون هذا التنسيق ما بين الجميع، لن نستطيع إقناع المجتمعات الأوروبية بأحقية نعم. مشروع الحكم الذاتي وأحقية المغرب في الاحتفاظ بهذه الأقاليم التي تعتبر عبر التاريخ امتداد للإمبراطوريات التي حكمت المغرب. شكرا سي مصطفى. سي بشير، في إطار المقال ديالك قلتي كان الأجدر أن تكون التعبئة وسط النسيج الجمعوي المغربي وبالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المغربية الخارج، لأن القرار فجأ الغالبية غالبية المغاربة، والكل يتساءل من يتحمل التقصير الذي حصل في غياب تنسيق تام في التعبئة بين الدبلوماسية الرسمية والموازية. صدور الحكم تلقاه جميع المغاربة باندهاش كبير، نعم والغالبية تعتبر الحكم الصادر مفاجئ ويدعو لطرح مجموعة من الأسئلة. لمن تطرح هذه الأسئلة سي؟ لأن احنا بأن كما أنا يعني نعم يعني عطيتي أصابع الاتهام، أنا لأن احنا أنا دا كجالية دائما مغربية. واحد نقطة سي البشير، كجالية مغربية احنا ما عندناش يعني تلقاو ريوسنا بوحديتنا، ما عندناش واحد التنسيق بين الدبلوماسيه الرسميه مثلا في القضايا الوطنيه، مثلا الدفاع عليهم. هذا هو نعم، شوف الفكره. شوف تفضل سي البشير. كجالية مغربية في الخارج نتحمل جزء من المشكلة التي تعرفها قضية الصحراء. فإذا أردنا فعلا إقناع أحزاب اليسار الأوروبية التي تدعم البوليزاريو، يجب أن ننخرط داخل هذه الأحزاب ونحاول أحزاب، نعم. دائما الأحزاب اليسار بالخصوص. مثلا عندنا هنا في الدنمارك أحزاب اليسار ثلاثة تدعم البوليزاريو باستمرار وتنظم اللقاءات ديالهم لتقريب وجهة نظرهم في المجتمع الدنماركي. احنا
من الضروري أن نكون منخرطين داخل هذه الأحزاب لتوضيح وجهة نظر المغرب وأحقيتنا في دعم نعم مشروع الحكم الذاتي، حتى ننهي هذا الصراع في الآخر. فبالتالي أعتقد أن من خلال التنسيق ما بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الموازية سنحقق الكثير. لماذا أركز نعم على الدبلوماسية البرلمانية؟ البرلمانيين باستمرار عندهم دعم مادي، وبالتالي هذه الأحزاب نعم السياسية المتواجدة في البرلمان المغربي لماذا لا تشكل وفودا وتزور، كثير نعم والدبلوماسية الرسمية تنظم لقاءات لهذه الوفود نتاع الأحزاب السياسية المغربية، وتفتح نعم نقاش مع الأحزاب التي تعادي قضية الصحراء. فبالتالي أعتقد بأن في غياب التنسيق ما بين الدبلوماسية نعم الموازية نعم والدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية لن نستطيع إقناع الآخر الذي يعادي قضية نعم الصحراء. سي بشير، يعني احنا تنحملوا المسؤوليه، تنحملوا المسؤوليه لان تنشوفوا بان كاين تاثير كبير اللوبيات اللي اثروا على هذه المحكمه هذه، وهذا كان واضح. وبالنسبه احنا يعني حال الوقت اللي غادي نحملوا المسؤوليه، الناس اللي واخدين الملف ديال الصحراء هنا في ديال مغاربه العالم، لان برهنو ما كاين حتى شي حاجه، يعني ما كاينش تواصل، ما كاين الامور كلها. وحال الوقت اللي غادي يعني اعاده النظر في هذا، لان صاحب الجلاله كان واضح في الخطاب دياله مؤخرا. شكرا سي البشير. سي عبد الرحيم، ماذا عن يعني تنشوفك انت تتخدم يعني في الجمعيه ديالك بالنسبه للقضيه ديال الصحراء، ماذا عن موقع الجاليه؟ كانك بانك انت عندك يعني من الجاليه المغربيه، ماذا عن موقع الجاليه المغربيه في مجال الترافع الدولي للدفاع عن عداله القضيه ديال الصحراء المغربيه؟ يعني بوضوح، يعني احنا عندنا مغاربه، احنا في مغاربه العالم ما عندناش يعني ماتريال باش نخدموه باش ندافعوه، يعني تنديروا داك الشيء بالمجهودات الخاصه ديالنا. احنا دابا حتى في هذا المنبر هذا ما كاينش تواصل، ما كاينش تنسيق، ما كاينش تاطير الشباب، الشباب ما فاهمين والو في القضيه ديالنا. وهادشي نكونوا واضحين، تنتمناو يكون واحد النقد بناء. تفضل السي السلام عليكم من جديد. سؤال مهم. قبل ما نوصل سواء للدعم او التأطير او تكوين الافراد الجاليه او مغاربه العالم او خارج ارض الوطن من اجل الدفاع عن القضيه الوطنيه، كنقول لك اخ مصطفى عندنا مشكل حتى في الداخل. حنا نبداو الداخل. انا من الناس اللي جاوا للمغرب، وانا راني رئيس اميكسا وهي فيدراليه جمعيات المهاجرين بايطاليا، وجينا لبينا النداء ديال صاحب الجلاله ان المغرب، ان الوطن محتاج لابنائه خارج وارض داخل ارض الوطن. كنتفاجأ نحن كمركز دولي للدفاع عن الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه اننا اسسنا في جميع ربوع المملكه، وان جينا ودرنا ندوات كبرى دوليه ودرنا تاطير وتكوين وعندنا مكاتب خارج ارض الوطن. لهذا اليوم ولهذه الساعه ما عمرنا تلقينا ولو درهم واحد من الدوله المغربيه. نحن داخل العمل داخل وخارج أرض الوطن، فما بك بالجالية خارج أرض الوطن. خارج الجالية هي في عالم والدبلوماسية، للأسف الدبلوماسية الرسمية ديالنا ما كايناش خارج أرض الوطن. ولهذا هاد المهاجرين، لكن اللي أنا الوليدات اللي كتقول الحكم الذاتي، ما عرفتش شنو الحكم الذاتي، نعم تقول لي
إذا نعم ما كاين ما باش ان هذه الجاليه يديروا تاطير ويديروا تكوين لهذه البنيه الوليدات ديال الدوزيام ولا تروازيام جينيراسيون اللي خارجين اللي عندهم صعوبه في اللغه العربيه. كيفاش غادي يدافع على وحده ترابيه وهو لا يعرف ان هي حدود المغرب؟ هي كاين خطا ديال الاباء كاين خطا، ولكن حنايا كدبلوماسيه موازيه كيف ما الاخوان في الدنمارك ولا في النرويج ولا في فرنسا، الدولة المغربية هي الدبلوماسية الرسمية أن نتعاونهم وتمولهم تأطرهم تكونهم تعطيهم باش أنهم يمشيو يدافعوا على القضية الوطنية خارج أرض الوطن. حنايا كنلقاو راسنا لا خارج أرض الوطن، أن احنا منعزلين للعالم ما يجري في داخل المغرب، ونحن داخل المغرب نحن منعزلين على ما يجري داخل المغرب. ولهذا مجهودات فردية من الاعضاء باش يمكن لينا نديروا ندوه. وكنلقاو اساتذه الله يجازيهم بخير بحال الدكتور غالي الغيلاني واخوان اخرين اللي هما مساكن نعم كيجيو باش ياطروا باش يكونوا باش يعرفوا القضيه الوطنيه بدون مقابل. داك الشيء اللي يمكن نحطوه اليوم خاص يكون مسائل فرديه ولا من الاعطاء ولا ذا. ولهذا انا اناشد من هذا المنبر ومن القناة عبر القناة ديالكم أن الدبلوماسية الرسمية خاصة التفاتة إلى المجتمع المدني وإلى الدبلوماسية الموازية سواء داخل أو خارج المغرب، أنهم يساعدوهم باش أنهم يفرضوا الوجود ديالهم ويعرفوا القضية الوطنية ديالنا، ويوصلوا هذوك الناس خارج، ماشي كنقول أوروبا، حنا عندنا الناس في أمريكا والمكسيك والفنزويلا عندنا تنسيقيات، على الأقل يوصلوا لهم الصوت ديال المغرب بان هالواقع كيفاش داير. داك الشيء اللي كيعاودوا لهم هذوك الجهه ديال البوليزاريو ولا الجزائر انك توصل لهم غير الاخطاء والاغلاط. شكرا. شكرا سي عبد الرحيم، لان حنا تنعيشوا هذا المشكل ديال التواصل. كان غيكون معنا واحد الشاب هنايا من الشباب ديال ايطاليا، وكيف تيعاود ليا بان لقى عدد من المشاكل. اي جهه تيمشي بغي يدير شي نشاط تيقولوا لي تيقول لهم نشاط مثلا القضيه ديال الصحراء بوليزاريو، تيرفضوا كاع تقريبا الاحزاب ولا الجهات تيرفضوا التعامل معهم، لانهم كلهم تيتعاطفوا مع الجهات، مع بوليزاريو الجهات ديال البلاد بوليزاريو. وهذا شيء مؤسف، ما تيلقاوش يعني دعم، ما تيلقاوش تخطير، ما تيلقاوش تكوين، ما تيلقاوش يعني كما قلتي الاقاليم الصحراويه ما عارفينهاش هما فين كاينه. ما كاينش واحد، عندناش مثلا واحد شرائط وثائقيه اللي نتعاملوا مع هاد الاحزاب هادو، نعرفوهم بالقضيه ديال الصحراء. حنا ما تنقصوش من العمل الجبار اللي تتقوم به يعني اللي تقوم به المغرب في هذا الملف هذا، ولكن حنا تنشوفوا باننا حنا جزء لا يتجزأ من الوطن ديالنا. حنا بغينا كما قال الخطاب ديال صاحب الجلاله راه كان مباشر وكان واضح بان مسؤوليه الجميع في هذا الملف هذا، وهذا حنا اللي تنطالبوا الجهات المختصه باش هي تعطينا حنا الدور ديالنا، لان التاثير ديالنا في الاحزاب راه ما كاينش تاثير، لان كاينين الابناء ديالنا في الاحزاب ولكن راه ما عندهمش حتى تاثير. كاينين اللوبيات ديال الاخرين تيجيو تيديروا ما بغاو، يعني تيتعاطفوا معاهم، اي حاجه تيعطيهم فلوس تيعطيهم، وحنا القضيه ديالنا ما كاين حتى شي حاجه الا ولا كانت شي مناسبه مره ديال ذكرى المسيره الطعام والحلوى وصافي. اما باش ترافعوا باش نفهموا الاحزاب ما معنى القضيه الوطنيه واشنو حنا الحقوق ديالنا، وهذيك حنا ما كاينش هادشي، ما عارفين واش الطاليان. تفضل الاضافه سي بشير باش نعطي الكلمه سي ابراهيم، وان شاء الله باش نختموا ان شاء الله قريب. أنا تفضل سي بشير. تكلمت بوضوح. أعتقد بأن المشكل الذي نعيشه جميعا في أوروبا ودعم أحزاب اليسار لقضية الصحراء ولتأثير في المجتمعات التي نعيش فيها، لا بد
من التعبئة، ولا بد من التنسيق بين الدبلوماسية الموازية والدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية عن طريق تنظيم لقاءات بلدان الإقامة. فبالتالي أنا من خلال هذا البرنامج أوجه نداء لكل الفاعلين الجمعويين لاستقطاب الكفاءات التي تمتلك لغة البلد وتكوينها في إطار دورات، وما كرهناش أن هذه الدبلوماسية الرسمية تكون حاضرة بقوة لتنظيم هذه اللقاءات، والدبلوماسية البرلمانية كذلك لهم من الإمكانيات ما يجعلهم يكونوا حاضرين بقوة للتعبئة في دول الإقامة. فبالتالي أنا أركز على مسألة الانخراط في الأحزاب السياسية، لأنه من دون الانخراط في نعم. الأحزاب السياسية بلدان الإقامة لن نكون مؤثرين ولن نغير الواقع اللي كاين حاليا. هناك قلة من البوليزاريو قادرين أنهم يأثروا في المجتمعات الأوروبية، وإحنا الذين نشكل الأغلبية في غالبية المجتمعات الأوروبية، ليس فقط في إيطاليا، والمشكل كاين حتى في فرنسا أعتقد، وهولندا وبلجيكا والدول الإسكندنافية. فبالتالي يجب أن نركز على نقطة أساسية، الانخراط في الأحزاب السياسية الداعمة للبوليزاريو، نعم وهي بالخصوص الأحزاب أحزاب اليسار. نعم ثم شكرا سي بشير. يجب نعم تنظيم لقاءات تعبوية، والمسؤولية تتحملها الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية نعم نعم الرسمية في نعم دول الإقامة. شكرا سي مصطفى. سي بشير، حنا الحكومه ديالنا قصت وزاره الجاليه وحيدت لنا جميع الحقوق ديالنا، حتى حاجه ما خلاتها لنا. هذا موضوع اخر. سي ابراهيم، يعني باش نتكمل المداخله ديالك يعني في دقيقتين، وواحد حنا كجاليه مغربيه او مغاربه العالم، حنا جزء لا يتجزأ من الوطن ديالنا، وحنا حنا بغينا حنا تكون عندنا واحد لا تكون عندنا حنا واحد الدور كبير في القضيه ديال الصحراء. وكان صاحب جلاله واضح، لا دائما في خدمه ديالو، لا في تصورات الملك والشعب، ولا حال في البرلمان الاخير، باش على الاقل حنا نكونوا جزء لا يتجزأ من المغرب. تفضل السي ابراهيم. شكرا. أولا هي قضية بطبيعة الحال هي قضية جميع المغاربة، والمغاربة كلهم كيراهن لتقوية الجبهة الداخلية والخارجية. والخارجية. نعم. إذا هذا كل واحد من مسؤوليته، وكل واحد، نعم. لأن هذه القضية، قضية الصحراء المغربية، هي قضية شاغلة بال المغاربة من 40 سنة، نعم. ولكن خاصنا اليوم نعطروا ونعرفوا احنا اش كنعنوا بالحكم الذاتي بكل بساطة، وكيفاش كتحرك نعم الدبلوماسية المغربية بين الاعتراف نعم الأمريكي وتأييد الحكم الذاتي اللي هو اعتراف بالسياده المغربيه من دول اخرى، حتى من طرف المستعمره الاسبانيه اللي نعتبره على ان اعتراف وتأييد الحكم الذاتي هو تصفيه استعمارها وهو خروج من جغرافيه المغرب، وبين وبين افتتاح اكثر من ثلثي اعضاء الاتحاد الافريقي للقونسليات لها بالعيون والداخله ودول من الجامعة العربية، وبين الجزائر اللي كتراهن على المس باستقرار المنطقة بكاملها، واللي كان واضح في القرار الأممي 2000
21 لما دفعت الجزائر البوليساريو إلى قصر قرقرات لتغيير ملف الأممي عن مجراه اللي واخر، واللي هو يعني حين أكدوا على أن أو قالوا على لسان الشنقريحة بأن قضية الصحراء قضية الأمن القومي الجزائري، وحنا كنشوفوا القرار الأممي كان رد على القرار الأممي، لأن القرار الأممي قال على ما فعلته الجزائر بدفعها للبوليساريو الخاص هو مس بأمن واستقرار المنطقة بكاملها. أساس كامل بها. إذن نحن نعم. اليوم لا نناقش ولا نحاور البوليساريو كطرف، وإنما كأداة. اليوم الحوار والنقاش، إن كانت الجزائر ترغب فعلا في إيجاد حل كما تدعي، فالنقاش اليوم هو نقاش مع الجزائر بالدرجة الأولى، لأن من يمول البوليساريو ومن يحتضن ومن يمتلك القرار للبوليساريو هو الجزائر. وما وقع اليوم في قرار المحكمة الأوروبية هو يعني البترودولار، تأثير البترودولار على بعض من القضاة على بعض من الأشخاص يعني صح. المواطنين في المحكمة الأوروبية. نعم. إذن واسمحوني أن أطلع عليكم شوي في هذا الموضوع. لا استاذ، استاذ ابراهيم تنوعدك ان شاء الله الاسبوع المقبل غادي ندير معك لقاء خاص، لان عندك الكثير ما تفيدنا وحد لي ضيق الوقت. ان شاء الله باش نعطي لواحد سؤال اخر وباش نختموا ان شاء الله سؤال وكلمه اخيره ان شاء الله. سي ابراهيم تنوعدك الاسبوع المقبل غادي تكون ضيف القناه ان شاء الله، باش سي معنا السي الدكتور السي الغالي، تنعتذر على الوقت اللي تاخر لان كان جات مباراه ديال كره القدم وقلنا اجلنا سميتو. احنا باش نكونوا، ما هي الابعاد القانونيه والسياسيه لقرار محكمه العدل الاوروبيه، وما هي التحديات والرهانات لتحسين الرهانات مكتسبات الدبلوماسيه الملكيه في قضيه الصحراء؟ لان كاينين مكتسبات ماشي ما كاينينش، ما ننكروش هذا الشيء، ولكن الحمد لله الاعتراف الفرنسي الاسباني لانهم هما اللي قرابين للمغرب والهادي هما اعترفوا الحمد لله، القضيه واضحه ما بقى ما يعني، ولكن حنا بغينا نكونوا يعني نكونوا اكثر. تفضل السي الدكتور. تسمعني مزيان استاذ مصطفى؟ مزيان. نعم، تفضل تفضل. لا فقط للتوضيح، يعني قبل ان اتفاعل مع هذا السؤال، فقط ان اود ان اتفاعل مع ما جاء في مداخلات الساده الاخوان المحترمين بالنسبه لقضيه الدفاع عن الصحراء. بالنسبه هذا واجب دستوري نص عليه دستورا، اي مواطن مغربي فمنصوص عليه من واجباته الدستوريه ان يدافع عن وحدة أراضيه ضد أي أعداء وخصوم المملكة. وكما قلنا إن هذه القضية هي قضية وجود وليست قضية حدود ترابية، وبالتالي فهذه النقطة بطبيعة الحال هناك إكراهات تتعلق بأشار إليها صاحب الجلالة في الخطاب الأخير، ضرورة التنسيق بين كما قال أيضا الأخ بشير، وهذا أيضا مسألة تنسيق ضروري بين الدبلوماسية الرسمية والحزبية والبرلمانية والأكاديمية، لأنه قضية الصحراء تمر بمنعطف استراتيجي، وبالتالي نعم فلا بد من تعبئه كما قال صاحب الجلاله، تعبئه الصف الداخلي. وايضا وهذا اسطر على مساله مهمه، مساله الترافع وليس الدفاع، ننتقل من مرحله الدفاع الى مرحله الترافع. صح وبالتالي مساله الترافع هي لا بد لك التمكن اولا المحتويات. من هذه القضيه، التمكن نعم من الابعاد القانونيه، من الابعاد السياسيه، من الابعاد التاريخيه، من الابعاد الروحيه لهذا الملف. وبعد طيب ذلك أيضا الانفتاح على القانون الدولي والترافع بلغة القانون الدولي وليست نعم بلغة العواطف والمشاعر، بل لا بد من لغة القانون الدولي باعتبارها اللغة التي يتكلم بها الدول المؤثرة في العلاقات الدولية. وهذا ما يتطلب من الإخوان في الجالية الانفتاح أيضا، ونحن رأينا إشارة مركز دبلوماسي الدولي، رأينا إشارة الجالية المغربية
ل يعني توفير الأطر الكفيلة بتعطير المواطنين، ولو أن مسألة التعطير السياسي والدبلوماسي من اختصاص أحزاب سياسية كما نص على ذلك الدستور، ولكن نحن سنقوم بهذا الدور إذا طلب مننا الأمر ذلك. بالنسبة نعم لمسألة مهمة كما قلت، الأبعاد ذكرت الأبعاد القانونية وأشرت إليها ذلك في مجموعة من الملاحظات الشكلية والموضوعية، وقلت أن هذا القرار نعم ولو أنه قرار قضائي ولكن أنه قرار له بعد سياسي، ووضحت مجموعة من النقاط التي زاغت فيها المحكمة الأوروبية عن القانون الدولي، وحاولت تمديد نطاق القانون الأوروبي ليشمل القانون الدولي، وهذا يعتبر خرقا للقانون الدولي العام، خصوصا مبدأ كما قلت سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية. أيضا تدخلت في مسألة التمثيلية وهذا أمر سياسي خطير، ثم أنها أيضا حاولت أن تخرق مبدأ مهم كما قلت، ومبدأ باكتا سونتي سيرفاندا، وهو العقد شريعة المتعاقدين والقوة الملزمة للاتفاقيات الدولية، وأيضا أضفت على هذا التنظيم يعني لوكاس ستاندي، أي لا كاباسيتي داجير، وهو الترافع، في حين أن الاجتهادات القضائية للمحاكم الأوروبية أول درجة ولا ثاني درجة لا تملك هذه الصفة. وبالتالي فهذا التحول كما قلت يحتاج إلى أنه كما قلت هي مناورة قانونية قضائية للإجهاز على هذه المكتسبات الدبلوماسية، والتي قمت بوضع مجموعة من الأهم على مستوى ثنائي الأطراف ومتعدد الأطراف والأممية. بالتالي فهذه تضع أمام المكتسبات الدبلوماسية رهانات وتحديات تقتضي منا أن نتفادى المسائل الخلافية، أن نتفادى مسألة بطبيعة الحال إكراهات، هنا إكراهات كثيرة في مسألة الترافع كما قلت، سواء على مستوى ضبط هذا الملف، ضبط الجوانب التاريخية، ضبط الجوانب القانونية، ضبط الجوانب الروح العلاقات التاريخية بين هذه المنطقة، ثم أيضا ضبط الترافع بلغة القانون الدولي، تحتاج إلى كما قلت تأهيل وتكوين خاص للأطر المغربية، خصوصا أن الجالية المغربية بالخارج الحمد لله لديها أطر، وكما قال صاحب الجلالة أطر وكفاءات معروفة، نعم ولكن تحتاج كما قلت إلى ضرورة تعطير في مجال الترافع حول قضية الصحراء كما قلت. وبالتالي أختم وأقول أن هذه المبادرة التي قام بها ممثل الجالية المغربية في أوروبا بصفة عامة وفي إيطاليا والدنمارك بصفة خاصة تشكل مبادرة تعكس الوحدة الوطنية، تعكس روح الدفاع عن هذه القضية، التفاعل مع الخطاب الملكي الثاني، ولكن دائما أقول إن العلاقات الدولية لا تؤمن بلغة العواطف ولكن تؤمن بلغة المصالح، وبالتالي فلا تؤمن بقوة القانون بل بقانون القوة، بالتالي فلا بد لنا أن نتكلم لغة قانونية لغة، قانونية صح وما أشيد أيضا بما يقوم به كما قلت دائما الأساتذة الكرام، كل من موقعه والمنصب الذي يحتله للدفاع كما قلت على مستويات عديدة، على المستوى الحزبي السياسي الاقتصادي، هناك الدبلوماسية الرسمية، هناك الدبلوماسية الاقتصادية، هناك الدبلوماسية الكروية، هناك الدبلوماسية الثقافية، هناك أشكال متعددة للدبلوماسيات، لذلك فكل هذه الدبلوماسيات إذا تم تعطيرها والتنسيق ما بينها فعلا ستشكل قيمة مضافة للترافع في مجال قضية الصحراء المغربية. وأختم وأشكر السيد مصطفى والإخوان كاملين على هذه المبادرة الطيبة، وأتمنى لكم بارك الله فيك، باب التوفيق والنجاح. بارك الله فيك، شكرا. سي الكلمة الأخيرة سي البشير، يعني كما قلنا الأبعاد القانونية والتحديات والرهانات، يعني والكلمة الأخيرة تفضل. أنا انطلاقا من تجربتي في الدنمارك، فأعتقد أن القناة الإعلامية التي أديرها باللغتين الدنماركية واللهجة الأمازيغية والعربية قد تكون تساهم في التعبئة، وهذه القناة الإعلامية هي قناة ممولة وزارة الثقافة الدنماركية، وبالتالي نحاول باستمرار أننا نستغل القناة الإعلامية في دعم قضية الصحراء،
وفي تنظيم لقاءات عبر الأثير مع فعاليات من داخل المغرب ومن أوروبا ملمة بقضية الصحراء، وهذا مهم فيما يخص للمستمعين والمتابعين لقضية للقناة الإعلامية، ونقوم بدور مهم في تعبئة الجالية المغربية في الدنمارك والدول الإسكندنافية. وهذه من حسنات الانخراط كذلك حتى في مجال الإعلام السمعي البصري في دول الإقامة، واللي كتيح لك الفرصة دائما لمواكبة التحولات التي تجري في المجتمع اللي عايش فيه، وكذلك لمواكبة تطورات قضية الصحراء ومناقشتها عبر الأثير مع فعاليات مختلف الدول. وهذا يندرج في إطار التكوين في التكوين السياسي المرتبط بقضية الصحراء. شكرا سي مصطفى، وشكرا لجميع شكرا. الإخوة الذين شاركوا في هذا اللقاء. بارك الله فيك. سي عبد الرحيم، كلمة الأخيرة، عندنا عدد من الأسئلة ولكن غادي نطرقوا لها إن شاء الله في الحلقة الجاية إن شاء الله. تفضل الكلمة الأخيرة، وبغيت تقدم شي رسالة، تفضل. مرحبا. أنا أشكر سي غالي غيلاني وسي بشير وسي إبراهيم، نعم. وأشكر جزيل الشكر. أنا كنقولها ديما بأن سي مصطفى كيخلي وقيت ديال وليداتو، كيخلي وقت ديال العمل ديالو، كيبقى سهران. كنعرفوا أن باش يوجد لهذا البرنامج خاصو يبقى نص نهار هو خدام نعم. على أحسن ما يرام، رغم التقنيات وهذا وهذا، وكيخلي عليهم وهذا. لهذا ومن مالك الخاص ومن المال ديال وليداتك، وانا عارف. لهذا كنشكره بجزيل الشكر. بارك الله فيك. بر اناش واجب وطني. اناشد السلطات العليا انها تلتفت الى المجتمع المدني، تضخ اموالا طائله، وانا اعرف ما اقول، بالملايير في جمعيات. لا أقول أنها لا تعمل شيء، لأن هذه المسألة لا يمكنني أن أتدخل فيها وأنا ما عنديش المعطيات، ولكن من اللي كتلقى كتصرف 3 و4 مليار الجمعيات وما فيها حتى شي نعم وحدة نعم اللي كتدافع على الوحدة الترابية، هذا يحز. ولهذا الجهات العليا يجب التفاتة وللجالية المغربية بالخارج، والتنسيق معها وتأطيرها، وتخليها تدير الخدمة ديالتها، وتأطر الوليدات ديالنا، وينخرطوا في العالم السياسي حتى هما، وأنهم يعرفوا بالقضية الوطنية كما على أحسن ما يرام. صح. وشكرا لكم جزيلا مرة أخرى سي البشير سي مصطفى وسي غالي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا. وسي ابراهيم، الكلمة الأخيرة. ابراهيم، المهم شكرا، لأن الموضوع فيه بزاف ما يتقال. احنا ما مثلا احنا يعني كما قلتي السي عبد الرحيم، احنا في الساحة دائما، وتحسوا بأن واجب وطني ديالنا تنقوموا به، رغم ان كاينين عراقيل وتنتطعنوا. وحنا بالعكس، حنا كنبغيو النقد البناء وتنبغيو التواصل. حنا ما عندناش التواصل، راه هذا هو المشكل. انا راه قلت واحد الفكره، على الاقل تواصلوا ناقشوا نجلسوا في الطاوله ونحل نلقاو حل. ولكن حنا لا قلتي ولا هضرتي بان غياب ديال الدبلوماسيه ولا الغياب ديال شي جهه تتحسب فعلا بانك راه معارض وما مغضوب عليك. وهذا هو المشكل ديال مغاربه العالم. تتولي تتخاف على راسك، تولي عدو الوطن، وانت راه غاديه بك الغيره ديال الوطن. هذا هو اللي كاين. تنشكركم الاخوان والمشاهدين الاعزاء، وتبارك الله عليكم. ان شاء الله حلقه واحده اخرى ان شاء الله. تبارك الله عليكم. شكرا شكرا. شكرا. السلام عليكم. السلام.